السلام عليكم عشاق نظام سامسونج وان يو اي الجديد 5. ان شاء الله قائمة هواتف سامسونج من فئة الاي المؤهلة للحصول على التحديث رسميا. هواتف سامسونج من فئة الاي المؤهلة للحصول على هذا التحديث، كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل بدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشترك فضلا منكم، وليس امرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتوتو اول وتابع الفيديو حتى النهاية. ولا تنسى ايضا هنا الميزة الجديدة التي اضافتها يوتيوب، ويوتيوب قالت لنا كصناع المحتوى ان نشرح هذا للجمهور ولي يعني المعجبين الى اخره، على انه الان توجد ميزة جديدة اسمها ميزة التشكرات او ميرسي او تانكس لدعم القناة ماديا، وشكرا لكم. كشف حساب سامسونج One UI Updates على تويتر في تغريدة عن قائمة هواتف سامسونج جالاكسي من الفئة A المؤهلة للحصول على تحديث واجهات سامسونج One UI 5. هواتف سامسونج من فئة A المؤهلة للحصول على One UI 5 وفقا للمصدر ستكون قائمة الهواتف المؤهلة للتحديث وهي كالتالي: الجالاكسي A33 5G، الجالاكسي A53 5G، الجالاكسي A73 5G، الجالاكسي A23، والجالاكسي A13، والجالاكسي A72، والجالاكسي A52S 5G، والجالاكسي A52 LTE وال5G، والجالاكسي A71 LTE وال5G، والجالاكسي A51 LTE وال5G، والجالاكسي A كوانتوم، والجالاكسي كوانتوم 2، والجالاكسي A42 5G، والجالاكسي A03S، والجالاكسي A12، والجالاكسي A12 ناتشو، والجالاكسي A32، والجالاكسي A32 5G، والجالاكسي A22، والجالاكسي A22 5G، والجالاكسي A03. وجميع هواتف سامسونج من الفئة A الجديدة أيضا. في الوقت نفسه ذكرت تسريبات بأن القائمة التي يعني ستكون هنا سوف أذكرها الآن من جالاكسي S ستحصل على التحديث أيضا وهي كالتالي: الجالاكسي S22 5G، الجالاكسي S22 Plus 5G، والجالاكسي S22 Ultra 5G، والجالاكسي S21 5G، والجالاكسي S21 Plus 5G، والجالاكسي S21 Ultra 5G، والجالاكسي S21 FE 5G، والجالاكسي S20 LTE وال5G، والجالاكسي S20 Plus LTE وال5G، والجالاكسي S20 Ultra وال5G، والجالاكسي S20 FE LTE 5G، والجالاكسي S10 لايت. أكدت شركة سامسونج على موعد طرح تحديث أندرويد 13 وواجهة الوان يو آي 5 العام لسلسلة جالاكسي S22 خلال مؤتمر مطورين الخاص بإس دي سي، وأن هذا التحديث سيصل إلى عدد قليل من الهواتف الرائدة الأخرى قبل عام 2023، كما هو متوقع ستكون هواتف سلسلة الجالاكسي S22 أول من سيحصل على إصدار العام المستقر من تحديث الأندرويد 13 وواجهة الوان يو آي 5. وفقا لشركة سامسونج سيبدأ الطرح العام في وقت ما قبل نهاية الشهر، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن الموعد المحدد قد لا ينطبق على جميع الأسواق. هل هاتفك بين قائمة الهواتف في هذا الفيديو؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.